جميل جميل سرسو ماشي لبيع حرية كرمة حرية كرمة حرية كرمة كما تبعتوا معنا كان عندنا المنع في الوقفه الاولى امام وزاره الماليه وتوجهنا للوقفه الثانيه اللي كانت عندنا مرخصه امام البرلمان. المطالب ديال المهنيين فهي كتطلب برفع الحيف الذي جاء من خلال مشروع قانون الماليه وفيما يخص في الاقتطاع في المنبع. الرساله ديالنا للحكومه كما تلاحظوا ان المحاسبين الان كاين وقفه المحاسبين والمحامين اللي كيطالبوا برفض اللي كيرفضوا هاد القرار هاد المشروع ديال الماليه من خلال الحذف ديال الاقتطاع من المنبع. المطالبه ديالنا واضحه هو انها خصها تحذف بصفه نهائيه. البارح كانت تفاجؤوا بان مقترح الاحزاب الاغلبيه اللي هبطتها من 20 ل 10 وهذا ان دل على فهو كيدل على ان هناك هاد النسبة اللي تفرضات فهي تفرضات بطريقة عشوائية وفهي تفرضات على رقم المعاملات اللي كيديروه المهنيين. اليوم تنطالبوا تنطالبوا الحكومة والفرق البرلمانية أن تدخل لإنصاف المهن الحرة لأن هاد الرفع من هاد الضريبة اللي تفرضات فهي غتقيس جيوب ديال المقاولات الصغرى واللي غيأثر بالسلب في ارتفاع ديال البطاله داخل المغرب. كنتمناو من الحكومه ان ترفع لنا هذا الحيف. حنا المحاسبين اليوم جينا كاملين كنهضروا على هذا البروجي ديال الوات فينانس اللي خرج وكيقيس المهنيين بزاف اللي منهم المحاسبين الخبراء المحاميين الشركات. القانون اصلا غادي يضر بزاف ديال الشركات اليوم وكيقيس بزاف ديال لي دومين. Et du coup, on ne peut pas se taire sur ça. On doit quand même réagir. C'est une retenue à la source assez importante. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans le Malia, mais nous avons eu un peu de temps à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Vraiment, j'en ai beaucoup de choses. Nous avons eu un peu de temps à l'extérieur de l'extérieur. Donc, j'en ai eu vraiment une bonne chose. Normalement, nous avons eu un peu de temps. رحنا يد واحدة رحنا كنخدموا ليهم يعني خصنا نكونوا متحدين ويكونوا حنا كنحميوهم وهما كيحميونا ما نضربوش بعضياتنا وفن والله ما يشفي. هاد الوقفة هادي جات للتنديد بالاقتطاع من المنبع الذي يمس بالمهنيين وبالحالة المهنية والعملية والتي ننظر إليها على أنها سوف تخلق نوع من الارتجالية بالنسبة للزبون لأنه سوف يتحمل هذا الزبون أكثر مما يتحملها المحاسب. ولهذا الحالة الاقتصادية في البلاد لا نريد لها الاحتقان ونريد لها السرورة والرفع من المكانة من مكانتها. وكمهنيين اليوم جئنا بهذه الوقفة للتنديد بهذا الاقتطاع ونريد بالفعل إلغاء المادتين 15 و45 المكررتين الاقتطاع من المنبع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.